في العقود التي أعقبت حريق شيكاغو الكبير، طور مجموعة من المهندسين في شيكاغو تقنيات جديدة في التصميم وتكنولوجيا المباني، وهي ناطحات السحاب. ومنذ عام 1879 قام لويس سوليفان وزميله دينكمار إدلر بتصميم أكثر من 100 مبنى في مدينة شيكاغو وأمريكا، وهي تعتبر من روائع الهندسة المعمارية في الولايات المتحدة. ولكن بعد انفصال الشريكين سوليفان وإدلر، عمل سوليفان بمفرده، ولكن أعماله لم تزدهر كثيرا، وأصبح في نهاية حياته يصمم مجموعة من البنوك الصغيرة في ولاية أيوا، وتوفي وحيدا في فندق شيكاغو عام 1924. ولكنه كان قد ألف كتابين عن سيرته الذاتية وعن أسلوبه المعماري، وهذه الكتب لفتت الانتباه لأعماله بعد وفاته. وفي منتصف القرن العشرين وفي بداية الخمسينيات تم اعتباره رائدا للفن المعماري الحديث. شكرا على حسن المتابعة المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.